السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاج الدكتور قريبان. حياك الله سيدي داود. هلا. ولله الحمد مولاي. الحمد لله. يا مرحبا. بغيتك سيدي الحاج الدائم على الله يسر عليك. لا إله إلا الله. الله يعفو علينا ما تتخيلوا احنا كندخلوا شحال هادي و... ما شاء الله. لا إله إلا الله. سي داود شحال العمر ديالك أخويا؟ عندي 36 سنة. ما شاء الله تبارك الله. وتقريبا باقي كتذكر السي داود أول مرة غتدخن شحال كان العمر ديالك؟ كانت 2000 ولكن العمر ما في 2000. ما شاء الله دابا 2000 مرة 17 سنة. إيه. ما شاء الله. وكتذكر السي داود إلا بغينا نستافدوا منك أول مرة غتستعمل سيجارة شنو هو السبب اللي خلاك أنك تدخن؟ واش الأصدقاء ولا غير الراس ديالك قال لك هذا الكلام ولا بغيت تجرب؟ كيفاش وقع أخويا؟ كاين واحد كنت خدامة الحاج في هذا الشيء ديال البيع. إيه. وكان واحد السيد كيجيب الكارو كيجيبو هكا وكنشد من عندهم. ما شاء الله. ودخنتي؟ ودخنا صافي. وداك البلية اللي سقات فيك شعرتي بها بأنك تمكنت منك؟ هاد البلية اللي تأثرت لي في حياتي السي الحاج. يا خويا هي اللي خلاتي تأثرت لي فيا بزاف. ما شاء الله ما شاء الله. بعد 17 سنة من التدخين كيف كتشعر بالصحة ديالك السي داود؟ السي الحاج كنشعر بعيان بحال السخانة ديما بحال السخانة. لا إله إلا الله. الله يحفظك أخويا الله يشافيك ويعافيك يا ربي يا كريم. لا إله إلا الله. وعندك دابا السي داود عندك رغبة أكيدة أنك تقلع عن التدخين؟ حاول كنقول اليوم غدا اليوم غدا ولكن هذا خدامي في هذا الشيء ديال البلية هاك عرفتها امبارح. ما شاء الله. الله يحسن عوانك أخويا الله يحسن عوانك. لا إله إلا الله. شكرا أخويا داود شكرا الله يشافيك ويعافيك وربي سبحانه وتعالى يمتعك بالصحة والعافية ويغلبك على هذه العادة الخبيثة. هذه الأسئلة طرحنا على السي داود باش نعرفوا كيفاش الإنسان كيبدأ أول مرة غير بالتجربة كيكون كيقول مع أصحابه باقي صغار للأسف للأسف كنلقاو وليدات صغار 12 عام 14 سنة كيقراو في الكوليج وكيكون ربما غير بغي يجرب شاف واحد البطل سينمائي في التلفزيون ألان دولون ولا فلان ولا عيدلان كيدخن بواحد طريقة معينة بغيته ويقلده وكيبدي يدخن. كاين فتيات حتى هما يا بغات غير تتقلد او بغات غير تجرب وكتلصق في هذيك البلية وكيبقى وكاين اللي غير مهموم ما عنده زهر بغي يجرب كيظن بانه حينما يدخن غادي يشعر بالسعادة وغادي يشعر بالانفراج وكتشد في ديك البلية الخبيثة لان فيها واحد المادة ديال النيكوتين كتمشي مع الجسم وكتدخل الدماغ وكتسيطر على مولاها. وطبعا الكل يعلم هذا المضار ديال التدخين مضار على مستوى اللثة ومضار على مستوى الأسنان تسوس وضعف في الميناء والخطر الأكبر على مستوى الرئتين كتلقى الرئتين ديال الإنسان اللي كيدخن كيبدو يكحلوا بحال بونجا ولات كحلة شد الأوساخ. أضف إلى ذلك كيؤدي إلى هزال في الجسم وإلى ضعف في البصر وحتى ملي كيبغي يتزوج الإنسان كيشعر بنقصان في الذكورة ديالو والسبب كله هو هذا التدخين والعياذ بالله. العلماء قالوا بأن خص الإنسان يبعد منه بكل وجه كان لأنه ليس من الطيبات وإنما هو من الخبائث. الإنسان عمره ما كيبغي يدخن وكيقول بسم الله عمره شي واحد بغي يسعل سيجارة وقال بسم الله أبدا ما يقولهاش لأن ملي كنقول بسم الله كنستعملها في الطيبات. بغيت ناكل واحد اللقمة كنقول بسم الله. بغيت نشرب واحد الشراب طاهر شاي أو قهوة أو ماء كنقول بسم الله. ولكن ملي كنبغي يدخن الإنسان ما يقول بسم الله لأنه عارف بأن هذا الأمر ليس محمودا. وملي كينتهي من السيجارة أش كيدير ليها؟
كيرميها في الارض وكيعفس عليها بالقدم ديالو، كيورك عليها لان بحال كينتقم منها. هي مضره كبيره. شحال ديال الناس كنعرفوهم قلوبهم طاهره ونيتهم صافيه ومن خيرة الخلق الله، ولكن تبلاو في سن مبكره بها التدخين ولا لاصق فيهم وبغوا يبعدوا منه وما قدروش. كيفاش ممكن اخي الفاضل اقلع عن هذه الافه ديال التدخين؟ اول حاجه يقول لك لابد من العزيمه والاراده القويه تكون عندك، دير العزيمه والاراده القويه ثم بعد من الاصدقاء اللي كيدخنوا. خصك لابد تغير المحيط ديالك، تلاقى مع ناس ما كيدخنوش غترتاح اكثر. غتبدا العلماء كيقول لك حاول ما امكن انك تشرب الماء كثير، لان التدخين هو نار كتشعل البريكي وكتنفذ السيجاره. شرب الماء، الماء كيطفي النار. دير واحد القرعه ديال الماء معدني ديما معك، وخا ما فيك العطش شرب الماء دائما، كل ساعه شرب الماء، شرب الماء ما غتحتاج تستعمل السجائر. ثم انك دير المشي السريع، ماشي الهرواله، المشي، المشي السريع. الى قضيتي ساعه ديال المكانه في اليوم غادي يكون افضل. في الصباح الباكر كتعاود تطهر الجسم ديالك وتنقيه من الرواسب ديال التدخين. ثم بعد ذلك غتكثر من اكل الخضر والفواكه، لان بحال الارض طاهره من التربه كتعاود تجدد الخلايا والهرمونات ديالك اللي بدات تموت او كتدبل. كثر من اكل الخضر والفواكه وتجنب اللحوم. ثم احسن طريقه ممكن نستعملوها ذكرها العلماء هو انك تدرب على ذكر الله. خلي اللسان ديالك رطبا بذكر الله، حتى كيقولوا بعض الصالحين لما لا ديك اللي يدك اللي كتشد بها السيجاره خذ واحد السبحه. السبحه ماشي بدعه، هي وسيله من الوسائل ديال العد. هذيك السبحه نديرها في يديا ونتفكر عوض ما نسد السيجاره كنسد السبحه، وكنبقى نذكر الله نذكر الله نذكر الله، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. هذاك الذكر راه لقاو العلماء بان اللسان حينما يقول هذه الاذكار بالضبط، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، راح تقولها باش غتشعل. الطرف ديال اللسان ديالك كيضرب اللثه، وديك اللثه ملي كيضربها راه بحال كتعزف على واحد الوتر حساس في الدماغ، فالدماغ يفرز ماده منشطه تغنيك عن النيكوتين، وبالتالي ديك الماده اللي انت محتاج ليها اللي غايقول لك اصدقاء السوء لا ميمكنش تقلع عن التدخين، راه ديك الماده ديال النيكوتين مشات لك في الدم ديالك. غتقولي لا انا غنعوضها، عندي ماده اخرى معوضه ومطهره ومنقيه. شنو هي هذه الماده؟ واحد الماده غريبه الاطوار كاينه في الدماغ ديالنا، كتجي عن طريق الذكر والخشوع. كيفاش كتخرج ديك الماده؟ ملي كنقول هذه الاذكار سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد، لاحظ طرف اللسان ديالك راه كيضرب اللثه الحنك الاعلى، وهذيك المنطقه اكتشفوا العلماء حينما تضرب عليها بلسانك كانك تعزف على وتر حساس مرتبط مباشره بخلايا الدماغ، فالدماغ يفرز ماده منشطه فتسرح في جسمك وتغنيك عن اي ماده اخرى خبيثه تدخل الى الجسم. فاخونا سي داوود نسال الله تعالى ان يكره اليك التدخين ويحبب الينا واليك الذكر. الله يحفظك بما حفظ به القران العظيم، والله يقويك ويعطيك الله القوه والعزيمه والاراده حتى تقلع عن هذه الافه الخبيثه وتنخرط في سلك الذاكرين لله تعالى. الله يشافيك ويعافيك ويقويك، اللهم امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.